إيجاد الحلول في الوقت اللي الكرة في الجهة الأولى. أشرف حكيمي لحكيم كفارة كبيرة في جلعب تيرام ماركيز تيرام خطيرة الفرنسي خطيرة لمنتخب الفرنسي كان بواسطة بعد الخطورة في الوقت الجديد عندنا أمامنا كيطلب الخطأ يعني على مشارف مستطيل العمليات فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحكم منح خطأ لفائدة المنتخب إبراهيم الكوناتي لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.